أعطيكم فكرة على اللوحة. اللوحة هذه أول حاجة وأول حاجة عملناها إحنا، اللي فيها بعدين، بعد خيالي وبعد واقعي. البعد الثاني كصحفية، اللي هي قصة تحكي على صحفية تكتب في قصة، والقصة هذيك زرتها في الواقع، حلمت بها وكيني وقعت لها. يعني عندنا دو ديمونسيون، بعدين البعد اللي هي كاتبه، البعد الثاني الواقع اللي هي كاتبه تكتب في قصه، ومن بعد نوروا القصه هذيك شنو، ونعطوا المحاور نتاعها كيف صارت، الخير والشر ونعرف شنو، وقصه كامله. ثم نوروها اللي هي القصه هذيك اللي صارت كلها راهي مكتوبه في عندها هي، وراهي موجوده في المخيله. اسند المثقف في المجتمع للتغلب على الشر. دور شريحه من المجتمع اللي تحب تغطي الواقع وتظهر كان الحاجه الباهيه، واللي ترفض شكون يكتب الحقيقه وتحاول باش تقضي. يعني معناها نحاول انه انسان طيب ما نخليش يعني يعمل خير، فهمت؟ وديما الشر، احنا دور كل الشر، فهمت؟ انت الموقف تاعك شنو؟ موقف بيعطي خير طيب، مش يعني شرير، مش شرير بالطبيعة. ماني يحطم علي الدور اني نمثل الدور، نمثل دور انسان شرير. انا صحفية اللي متثقفة، معناها نمثل الخير زايدة. ما هذاك thank you.
الله.